ولازم يكون في لاعبين ينهوا الهجمة واللمسة الثانية لحتى انه يقدروا يسجلوا اكثر. أبي رصيد 15 نقطة، الفوز بالنسبة لمنتخب الأردن اليوم سينقله إلى الوصافة ب 13 نقطة. البدلاء الذين شاركوا في هذه اللحظات من جانب منتخب الأردن هم ياسين البخيت وأحمد سمير، هذه الأسماء التي يدفع بها السيد فيتال بعيدة تصل لموسى التعمري. الآن الأطراف जोर्डनले नेपाली टिमलाई पुनः दोस्रो हाफमा पनि दबाबमै राख्ने संकेत देखाइरहेको छ। साथीहरू, यो अरबिक च्यानलबाट प्रसारण भएको प्रत्यक्ष प्रसारण सबै नेपालीलाई जानकारी नहोला भन्ने हिसाबले हामीले तानेर प्रसारण गरिरहेका छौँ। फेसबुकको सेक्युरिटीको कारणले त्यहाँको नियमको अनुसार त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो الجولات الثلاث المتبقية، وبالتالي يبدأ شوط المباراة الثاني ضاغطا. وحقيقة يعني بالنظر إلى الأسماء الموجودة أيضا على مستوى مقاعد دكة البدلاء، أعتقد بأن الأسماء عدي الصيفي عندنا الدردور متواجد، أحمد عرسان، أبو زريق، وبالتالي سيد فيتال خياراته كذي هذا الجيل وبهذه الأسماء. يحتسب الآن بها فيصل، الله، التاريخ जोर्डनले दोस्रो गोल गर्न सफल भएको छ। नतिजा 2-0। अहिले 48 मिनटको अवधिमा अब नेपाल गेममा फर्कन सक्छ सक्दैन, तर गेममा जे पनि हुनसक्छ। आशा गरौँ नेपालले केही जादु देखाउलान् भन्ने आशा चाहिँ कता मनभित्र चाहिँ उठेकै छ। يمكن أن يرد قذيفة من هذه المسافة بقدم النشم بها، تضع النشامة في المقدمة بهدف ثاني، والثاني أجمل من الأول يا بها، الثاني أجمل من الأول يا بها. صاروخ من مسافة بعيدة جدا يستقر في شباك النبال ويعلن عن هدف ثاني. आदरणीय दर्शकवृन्द, यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर एसियामा भइरहेको यो कुवेत स्टेडियममा भइरहेको गेम बडा रोचक, तर नेपालको पक्षमा नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्डमा नेपाली खेलाडीहरूको प्रयास त पक्कै पनि छँदैछ। अब हामीले हेर्नु र खेलाडीहरूले त्यहाँ खेल्नु फरक विषय भयो। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ सबैको चाहना हुन्छ। الأردني أحمد سمير يعيد الكرة للخلف عند الدقيقة 50، يصل النشامة للهدف الثاني ولم ينتظرون كثيرا. نقل ناحية ياسين البخيت، ياسين في الجهة اليسرى، ياسين يحاول أن يتقدم، ياسين يمر الكرة، دميري عرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركنية. إلى ركنية. انطلاقات محمد دميري والمساندة طبعا الكبيرة جدا على مستوى الناحية الهجومية بتقدماته بانطلاقاته من الجهة اليسرى وبالزيادة التي يقوم بها، لا يكتفي بأدواره الدفاعية بل أيضا طبعا يقوم بالمساندة في الناحية الهجومية. لدينا ركنية لصالح المنتخب الأردني، النتيجة ستتم مضاعفتها ولن تنتهي بهدف. फेरि यो कर्नर डेन्जर हुनसक्छ, हेरौँ। अहिले भने हाम्रो खेलाडीहरू फेरि प्रयास गरिरहेकै छन्।
نفس الأسلوب وبنفس الطريقة يلعب منتخب نيبال، يعني يكتفي بالدفاع ويبحث عن المرتدات، وكثافة كبيرة جدا في الناحية الدفاعية وتكتل أيضا كبير جدا. أعتقد بأنها الطريقة التي لن تتغير في 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 هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة في الجهة اليسرى تعود عند ياسين البخيت، أحمد سمير في وسط الملعب، الثقة والاتزان والهدوء. الكرة عادت مجددا عند مهند خير الله، عند موسى التعمري في وسط ملعب المباراة، نقلة وتمريرة أحمد سمير، يمر الأنيق، يمر الكرة لياسين، ياسين الكرة العرضية، لكن الكرة تبعد من جانبي الدفاع النيبالي مرة أخرى. بالهدفين اللي سجلهم المنتخب الأردني يصل ل 15 هدف في شباك منتخب نيبال تاريخيا. وكم استقبل هدف وحيد فقط. نيبال لم تسجل على الأردن سوى هدف وحيد في الثلاث مواجهات التي جمعت فيما بينهما سابقا. كرة في وسط الملعب، محاولة الآن، موسى التعمري يتقدم، موسى يمرر لكن تغطية من جانب دفاعه منتخب النيبال، عادت مرة أخرى للخلف. ياسين البخيت، البحث دائما وابدا يستمر عنه في هذا المكان. ياسين راح يعدي، ياسين عدى، سدد الكرة، والكرة ما زالت مستمرة، وصلت في الجهة اليمين تمريرة، والكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. طبعا يبقى هداف لقاءات الفريقين هو حسن عبد الفتاح اللي سجل 4 أهداف في شباك نيبال، وعندنا 3 أسماء اللي تعتبر الأكثر مشاركة، وسعيد مرجان كل واحد منهم شارك في 3 مباريات. وهنا منظر علوي على استاد جابر الدولي هنا في الكويت التي تستضيف طبعا مباريات هذه المجموعة. كرة في الجهة اليسرى وصلت عند ياسين البخيت، ياسين من أجل الثالث، ياسين تقدم، مرر للدميري لكن الكرة تبعد، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذه الإعادة. صب القهوة وزيدوها هيل، صبوها عنا الشام عبهور الخيل. الله الله، لمسة وفاء من بهاء لزميله، وهكذا هي العادة، يجب بأن تكون. أهدى ذلك الهدف إليه، أهدى ذلك الصاروخ إليه الذي استقر في شباك نيبال. كرة في الجهة اليمين لصالح المنتخب النيبالي، تعود مرة أخرى، لمسة في وسط الملعب، تقدم وانطلاق في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة للمنتخب النيبالي، تنقل أقصى الجهة اليسرى طويلة بعيدة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة إلى خارج أرضية الملعب. هدف اللي سجل بهاء كان 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 بمثابة إهداء لقلب الأسد طارق خطاب، كان إهداء لطارق خطاب، وهو إهداء أيضا ورسالة اطمئنان لكل جماهير منتخب الأردن بأن ما تبقى من مشوار في المباراتين القادمتين بأن المنتخب الأردني قدم. كرة فيها خطأ يحتسب لصالح المنتخب الأردني في هذه اللحظات. 56 دقيقة أيها الأحبة الكرام. هذا هو السيد عبد الله المطيري مدرب منتخب نيبال الذي لا يجد الحلول، والحلول تبدو في غاية الصعوبة بكل تأكيد في هذه المباراة وفي هذا المشوار. ربما بعد سنوات طويلة يتغير الوضع، لا أعلم. بالنسبة للمنتخب النيبالي الذي يستعد لإجراء عدد من التبديلات التي يستعد لإجراءها منتخب نيبال في هذه المباراة، هذا سانتوش تامانغ اللاعب الذي ربما يتم استبداله. عندنا تقريبا 3 تبديلات قادمة للمنتخب النيبالي في هذه اللحظات. خطأ يحتسب لصالح منتخب النشام، أحمد سمير يرسل كرة طويلة، الكرة فيها خطأ مجددا يحتسب صالح المنتخب
التعادل مع الازرق الكويتي 0-0 وفوز على نيبال 3-0 في الذهاب وخساره من استراليا بهدف مقابل لا شيء قبل ان ينتصر في اخر مبارياته كما ذكرت على الصين تايبي بخمسه اهداف مقابل لا شيء لكن نيبال في المقابل خسرت من الكويت 7 خسرت من الصين تايبي 2-0 وخساره من استراليا 5 وخساره من الاردن 3 من الكويت 1-0 وفازوا على الصين تايبي كما ذكرت مرتين بهدفين مقابل لا شيء تبديل يجري السيد عبد الله المطيري للمنتخب النيبالي كرة تصل في الجهة اليمين بيشال راي اللاعب رقم 8 هو الذي يشارك وخروج سانتوش تامانغ في هذه اللحظات نقلة وكرة طويلة للمنتخب النيبالي لكن كرة فيها خطأ الكرة فيها خطأ يحتسب هذا مهند خير الله اللي كان واضح طبعا أمامنا في الصورة قلب الدفاع إلى جانب يزن العرب وهذه التمريرة خلف الدفاع ذكرت بأن خط دفاع المنتخب الأردني هو ثاني أقوى خط دفاع في هذه المجموعة وعبوره ليس بالأمر السهل على الإطلاق بهاء في وسط الملعب يعني منذ بداية بيستا البديل الثاني إريك بيستا من جانب منتخب نيبال لدينا كرة عرضية وصلت إلى ياسين البخيت منذ بداية هذه التصفيات لا شك بأن هنالك أهداف جميلة سجلت كثيرة لكن يبقى أجملها أو على الأقل مما شاهدتها هو الهدف اللي سجل بها هذه الإعادة لكرة ياسين البخيت والسقوط طبعا ياسين البخيت مردودة كبير في هذه الجهة في هذا المكان أبا هذا غنطاكو سمعي ما نيبالي كي غار ساكي अब गेम को हेर्दा खेरि आधा घण्टामा के रिजल्ट निकाल्ला भन्ने निकै आशा मर्ने क्रममा छ ताइपेमाथि जित हासिल गरिसकेपछि खुसी व्यक्त गरेका हाम्रा नेपाल पक्षका कोच स्क्रिनमा देखाइएको छैन المنتخب
له لأن يخوض الملحق حق آسيا وأمريكا الجنوبية، وواجه طبعا يومها منتخب أوروغواي خسارة بخمسة أهداف مقابل لا شيء هنالك في الأردن، وبعد ذلك التعادل سلبي بدون أهداف. ذلك الحضور المميز، الحضور الأفضل، الحضور الأبرز، الحضور الذي لا ينسى أكيد للمنتخب الأردني، لكن الطموحات أكبر أكيد في هذه التصفيات. كرة الآن وانطلاقة، التعمري يمر، التعمري يتقدم، لكن الكرة تبعد من أمامه، تعود مرة أخرى لصالح المنتخب النيبالي في الجهة اليسرى. محاولة التقدم صالح منتخب نيبال، كرة فيها خطأ، خطأ يحتسب. هذه هي الإعادة، يلعب يعني على قد الإمكانيات اللي موجودة عنده المنتخب النيبالي. وعلى فكرة يعني تاريخيا أكبر انتصار للمنتخب الأردني كان على نيبال يوم 23/7/2011 كما ذكرت بتسعة أهداف مقابل لا شيء، ذلك أكبر انتصار حققه منتخب النشامة في تاريخه منذ التأسيس. अब इन्जुरी समय समेत गरेर भन्ने भने आधी घण्टाको समय नेपालको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन, जोर्डनले निरन्तर दबाब दिइरहेको अवस्था छ। أقصى الجهة اليمين تبعد، وصلت عند ياسين المخيط، نور روابدة، كرة عادت للخلف عند حارس المرمى معتز ياسين. مطالب بخطأ لكن حكم المباراة لا يشير إلى وجود خطأ، الكرة تعود للخلف مرة أخرى. هدفين مقابل لا شيء مشاهدينا الكرام عند دقيقة 65 في الشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. حديث أيضا كم من جانب خبير الكرة الأردنية عيسى الترك الذي أكد على أن منتخب النشامة يمتلك الإمكانيات التي تقوده للدور الحاسم، وتحدث عن أن أهمية هذه المباراة ومواجهة النيبال لا تختلف من حيث الأهمية عن مباراتي الكويت وأستراليا، وهذه حقيقة. كرة في الجهة اليسرى تنقل طويلة في تبديلين، للمنتخب الأردني نور الروابدة يترك أرضية الملعب، وبهاء عبد الرحمن يشارك، ولدينا حمزة الدردور اللاعب رقم 20 الواضح أمامنا الذي يشارك في هذه اللحظات في صفوف وفي تشكيلة منتخب النشامة. هذا بهاء عبد الرحمن اللي شارك قبل لحظات، أيضا من عناصر الخبرة
لدينا كرة في الجهة اليمين، عرضية طويلة رأسية، الثالث بالرأس، ارفع راسك يا أردني، الثالث بالرأس يأتي في هذه اللحظات برأس يزن العرب. يزن يرتقي ليسجل الثالث للنشامة بعد ماهر الأردني، أن تكون كذلك في المباراتين القادمتين. هذا هو يزن الذي ارتقى فوق جميع النيباليين وأعلن عن الوصول بمنتخب النشامة للهدف الثالث الذي يسجل في هذه اللحظات لتصبح النتيجة 3-0. 3-0 هي نفس نتيجة مباراة الذهاب، هي نفس نتيجة مباراة الذهاب. إذن بها هدفين، ويزن يسجل هدف بالرأس عند الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. 16 هدف أصبح المجموع وقابل للزيادة بالنسبة للمنتخب الأردني على مستوى الأهداف التي سجلها فيما سبق في مواجهاته الثلاث الماضية التي جمعت بمنتخب نيبال. كرة في وسط الملعب، كرة في الجهة اليمين، القريب بهاء يحاول، بهاء محاولة، ما زالت الدردور الدردور الدردور، يدور المرمى، يدور الشباك النيبالية. الكرة في الجهة اليمين، الكرة العرضية والتي تحولت إلى ركلة مرمى. لكن حقيقة العناصر الموجودة في التشكيلة الأساسية وعلى مستوى مقاعد يعني التشكيلة بشكل عام، الأسماء الموجودة لدى السيد فيتال وهذا الجيل الموجود بالنسبة للمنتخب الأردني من أسماء يعني شابه، أسماء الخبرة، أعتقد بأنه خليط من جيل قادر على أن يصل بعيدا جدا في هذه يعني على الأقل نقول في 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 الدور الحاسم، وأكيد ما بعد ذلك ما يتمناها الأردنيين وهو الوصول للمونديال. هنا لا أبالغ بل أقول كلمة حق وهذه حقيقة، هذا الجيل وهذه الأسماء وهذه العناصر في كل الخطوط، في كل الخطوط يعني حراسة المرمى إلى خط المقدمة، أعتقد بأنه جيل سيذهب بعيدا، سيذهب بعيدا أكيد. يعني في بعض الأحيان حتى على غرار مثلا الحضور اللي كان في كأس آسيا 2004، أنا أتذكر أيضا تلك الأسماء اللي كانت متواجدة مع المنتخب الأردني واللي وصلت للدور ربع النهائي، خروج على يد اليابان في المباراة اللي نتذكر أحداثها جميعا في ركلات الترجيح. وبالتالي هذا الخليط اللي صنعه فيتال يعني من 2018 متواجد على رأس الإدارة الفنية في المنتخب الأردني، أعتقد بأنه وقت كافي، أصبح يعرف قدرات كل لاعب، أصبح يعرف من هي الأسماء القادرة على أن تحقق الحلم. يعني لا نريد أن نتحدث في 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 امر ما قبل اوانه، لكن هذا ما نشاهده، والقريب من الكره الاردنيه اكيد ربما يتفق معي في ذلك. الكره تعود الخلف عند يزن، كره في الجهه اليمين ناحيه موسى التعمري، طالت وتحولت الى خارج ارضيه الملعب الى رميه تماس، الى خارج ارضيه الملعب الى رميه تماس. هذا سومان اريال، و كان واضح أمامنا إحسان حداد، إحسان حداد كان واضح أمامنا. كرة تعود في الجهة اليسرى، وصلت لصالح منتخب نيبال، خطأ يحتسب، خطأ يحتسب لصالح المنتخب لصالح منتخب النيبالي. نفتقد أكيد لرابطة
مشجعين للجماهير الاردنيه. الوضع جميل لما يظهر المنتخب الاردني هنالك في العاصمه عمان، الوضع جميل والاجواء تكون يعني في غايه الروعه والجمال. ومنذ فتره طويله حقيقه نفتقد للجماهير في المدرجات اللي بدات تعود طبعا في بعض الاماكن، لكن يعني ما يهم الان بالنسبة للجماهير الأردنية هو النتيجة المسجلة في هذه المباراة والنتيجة المنتظرة في المباراتين القادمتين. لدينا ركنية تنفذ تبعد من جانبي دفاعي المنتخب النيبالي، تعود مرة أخرى للخلف معتز ياسين، تنقل طويلة أقصى الجهة اليسرى خلف الدفاع ياسين لبخيت، ياسين يحاول في هذه الكرة، ياسين يرسل كرة عرضية لكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركنية. هذا ياسين وهذا انطلاقاته وهذا تقدمه من خلال هذه اللقطة، ولكن يعني حتى الآن حتى دقيقة 74 في هذه المباراة أعتقد بأن المنتخب الأردني ربما يتمكن من أن يضاعف تقدمه في النتيجة بهدف الرابع ربما خامس. عرضية تنفذ رأسية لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. طبعا بعد ست جولات هنالك في بطولة الدوري الأردني لدينا شباب الأردن هو من يتصدر برصيد 12 نقطة، يأتي خلف الرمثة والفيصلي بنفس عدد الرصيد من النقاط ب11 نقطة، ويأتي الوحدات طبعا رابعا ب10 نقاط، بينما في الموسم الماضي الوحدات طبعا كان بطلا لبطولة الدوري هنالك في الأردن، وفي الموسم قبل الماضي كان الفيصلي، وحينما تحدث عن الفيصلي والوحدات فأننا نتحدث عن المباراة الأهم والمباراة الأجمل والمباراة التي تشاهد فيها كل شيء جميل في كرة القدم، من 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 عشق الجماهير لفريقها لكيانها، سواء المشجع الوحداتي أو الفيصلاوي. وبالتالي أعتقد بأن في هذا الموسم يعني حتى الآن بعد طبعا مرور ست جولات لدينا شباب الأردن الفريق الذي لم يخسر مع 4 فرق أخرى، والتنافس أكيد بأنه سيكون كبير. الكل يفكر الآن في مصلحة منتخب النشامة فيما تبقى هنا. هذه الابتسامة التي نتمناها بكل تأكيد أن تستمر وأن تتواصل. هذه الإعادة لهذه الكرة، وهنا طبعا الدقيقة 75 أي قبل ربع ساعة من نهاية هذه المباراة ومن نهاية هذا اللقاء. المنتخب الأردني ما زال متقدما ب3 أهداف مقابل لا شيء، وهو يقترب من الوصول إلى 3 نقاط جديدة من خلال هذه المجموعة، 3 نقاط التي إذا ما حققها المنتخب الأردني فهذا يعني بأنه سيصل إلى 13 نقطة. في وصافت هذه المجموعة خلف المنتخب الأسترالي، النتيجة هي ذات النتيجة التي نجح بأن يحقق النشام في مباراة الذهاب، 3-0 على النيبال، تتكرر مجددا في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة حتى الآن عند الدقيقة 67. كرة تحولت إلى رمية تماس مجددا. منتخب الأردن أصبح لديه 13 هدف الآن. أصبح 13 هدف لديه في هذه المجموعة، ونيبال يعني شباكة استقبلت بال3 أهداف اللي سجلت 19 هدف بال3 أهداف التي استقبلتها في هذا اللقاء. كرة في الجهة اليمين تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للمنتخب الأردني الجديد في شوط المباراة الثاني.
هي لقطة الهدف. يقترب منها منتخب الأردن، كرة في الجهة اليسرى عند محمد ميري. الدميري يحاول يرسل كرة عرضية طويلة لكن تبعد من جانب الدفاع. فيها لمسة يد أم لم يكن؟ طالب طبعا من خلال اللقطة الأخيرة. ولدينا كان ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، ركلة الجزاء التي سجل من خلالها بهاء فيصل هدف المباراة الأول. كرة تعود للخلف، تنقل طويلة في الجهة اليمين، سهلة عند مهند خير الله. لم يتعرض طبعا يعني مرمى المنتخب الأردني لكثير من الفرص ومن المحاولات طوال 78 دقيقة اللي مرت، في ظل وجود طبعا خط دفاع متزن، وفي ظل أيضا يعني فعالية متواضعة جدا بالنسبة لخط هجوم المنتخب النيبالي. كرة في وسط الملعب، خطأ يحتسب عند الدقيقة 79. أحمد سمير لاعب الذي يقوم بدور صانع اللعب، لاعب مهاري، لاعب عند الخفة، عند المرونة، عند النظرة في 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 صناعة الفرص وفي إيصال الكرات بالشكل الصحيح لزملائه اللاعبين. كرة في الجهة اليمين، انطلاق الآن. إحسان حداد يرسل كرة عرضية بعيدة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، في تبديل الآن عدي الصيفي. عدي الصيفي في عز الصيف يا عدي، عدي اللي يعني يعرف طبعا يعرف جيدا الملاعب هنا في 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 الكويت. هو واحد من تقريبا حاليا هو اللاعب الاكبر سنا، الاكبر سنا في 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 صفوف منتخب الاردن. 35 سنه لاعب نادي القادسيه طبعا هنا في الكويت، وعنده 112 مباراه دوليه مسجلا بذلك 16 هدف. واحد من الاسماء اللي نستطيع ان نقول بانها قيمه ثابته على مستوى على المستوى البدني، على المستوى اللي دائما ما يقدم المميز. عدي الصيفي الذي يشارك في هذه اللحظات. الكره ابعدت وعشر دقائق اخيره قبل نهايه احداث هذا اللقاء. المنتخب الاردني يصل الى ما يريده في هذه المباراه حتى الان بالثلاث اهداف اللي نجح في ان يسجلها. لدينا كرة الآن ومحاولة لصالحين المنتخب النيبالي، لكن التغطية من جانب موسى التعمري. شوف الدور الكبير الذي يقوم به موسى التعمري في تراجعه، في عودته، في قعية بمساند زملاء أيضا في ناحية. محاولة تعود لصالحين منتخب نيبال. عندنا بهاء عبد الرحمن اللي عنده 34 سنة، وعندنا طبعا عدي اللي عنده 35، بعد طبعا اعتزال عامر الشفيع. عدي الصيفي يبحث عن تسجيل حضور وظهور في هذه المباراة. كرة تعود في الجهة اليمين لصالح المنتخب النيبالي. مرور ممتاز من إحسان حداد. هذا هو حسين حداد. شوط ثاني دوره فاعليته اكبر. احمد سمير يمرر كره الان، انطلاقه للمنتخب الاردني، تقدم الدردور، يحاول لكن الكره بعيده الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى. حمزه الدردور ايضا واحد من عناصر الخبره، الدردور اللي عنده يلعب مباراه الدوليه رقم 90 ومسجل طبعا مسجل 29 هدف، لاعب الرمثا الحالي، لاعب سابق للوحدات ايضا. خروج بهاء فيصل طبعا صاحب الهدفين في هذه المباراة. دردور اللي عاد للرمثة مجددا بعد ان تواجد مع الوحدات، وهو واحد من اللاعبين ايضا اللي يعني تواجدوا هنا في الكويت مع نادي الكويت في 2016. حمزة الدردور اللي عاد من حيث كانت البدايات مع غزلان الشمال، مع نادي
الرمثة هنالك في الأردن. 82 دقيقة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، 3 أهداف مقابل لا شيء حتى الآن هي النتيجة المسجلة. موسى التعمري يبحث عن الرابع، يرسل الكرة لعدي، عادت للتعمري مرة أخرى، التعمري لعدي، صيفي يعيد الكرة، التعمري إحسان حداد نقلة وتمرين حتى الدردور، ما زالت المحاولة مستمرة، حمزة لأحمد سمير لعدي للتعمري، التسديدة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى كانت عن طريق موسى التعمري. 23 سنة ما زالت السنوات أمام، المستقبل أمام، أكيد بأن سعيد بصدارة الفريق أو النادي الذي بدأ معه للدوري الأردني مع شباب الأردن، كانت بدايته في 2016 قبل أن أسود غمدان شباب الأردن، فريق الذي بدأ معه موسى التعمري. كرة في وسط الملعب تنقل فيها الجهة اليمين لصالح المنتخب نيبال، ياسين البخيت يعيد الكرة للخلف عند الدميري، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. الدميري زعلان على المساعد في هذه اللقطة، والمساعد يطالب أن يهدأ، يطالب بأن يكون أكثر هدوء لعدم احتساب خطأ طبعا لصالحة. كرة في الجهة اليمين لصالح المنتخب النيبالي، تعود في وسط ملعب عبد الرحمن، يعيد الكرة للخلف، يزن صاحب الهدف الثالث في هذه المباراة للتعمري في الجهة اليمين، إحسان حداد، التعمري مجددا، عدي الصيفي، عدي يعيد الكرة، مهند خير الله، نقلة طويلة لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب، صالح منتخب الأردن. مباراة القادمة للأردن ستكون طبعا يوم 11 من يونيو الجاري أمام الكويت، وبعد ذلك يوم 15 أمام منتخب أستراليا. لدينا كرة الآن لصالح منتخب نيبال، محاولة تقدم مرور، والتسديدة بعيدة جدا، تسديدة بعيدة جدا من بيستا، بيستا يحاول أن يسجل في هذه المباراة، لكن تمريرة جميلة طبعا في هذه اللقطة. كرة عادت مرة أخرى لصالح مدرب عدي، عدي يسلم، عمر ياسين، 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 ركلة مرمى إلى خارج، ياسين البخيت تحولت إلى، تحولت إلى هذه هي الإعادة لهذه الكرة ولهذه المحاولة على بعد دقائق أيها الأحبة الكرام من نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة.